السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناة من غير مونتاج. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه، وتاكدوا لما تشتركوا في القناه ان انتم مشغلين التنبيهات عشان اول لما ينزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. في الفيديو ده احنا هنتكلم على الافلام اللي بتحكي قصه عن ناس حقيقيين كده. هو ممكن انا عملت فيديو قريب من نفس النوعيه دي من فتره، بس النهارده احنا عايزين نركز على قصص بيوغرافيه كده هو عن ناس فعلا. الناس دول مأثرين في حياتنا احنا اللي احنا عايشينها دلوقتي. القصص دي بتحكي حاجه مهمه جدا حصلت في تاريخ البشريه. فمتنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان ده فعلا بيساعد، ويلا بينا نبدا. رقم واحد عندنا فيلم ذا فاوندر. فيلم ذا فاوندر بيتكلم على مين اعزائي المشاهدين؟ عن قصه عمل ماكدونالدز، المطعم اللي موجود في كل مكان في الدنيا، كل زاويه في اي شارع في اي عالم هتلاقي ماكدونالدز. انت لما تسافر بلد جديده، تمام، تعرف منين ان انت يعني مش في مكان غريب، تدور على علامه الام دي وانت تقول تمام، انا عارف ده الحاجه انا عارفها، انا هروح اقعد عندها. الفيلم ده بيتكلم لك عن الليله ورا الشيء ده، والبيزنس اللي ممكن تقول يعني كان فيه شويه لعب من تحت الترابيزه مش نظيف، خلينا نقول. بيشرح لك كلمه كامله، طبعا مش عايز يعني احرق القصه، لان القصه بتاعت ماكدونالدز والاخوين اللي هم عملوا الليله دي كلها، واسمه ايه كروكس اللي جه واخد الحوار ده كله منه، مش هتكلم كتير في الموضوع ده، ان هي قصه ايه في البيزنس عمره بيكون حاجه نظيفه 100%. فيعني حاجه مثيره للاهتمام جدا ان انت تفهم التاريخ ورا البراند العالميه دي اللي كلنا عارفينها. How the heck does a 52-year-old over-the-hill milkshake machine salesman build a fast food empire with 1,600 restaurants at an annual revenue of $700 million? One word. Persistence. رقم اتنين عندنا فيلم The Social Network. فيلم The Social Network بيتكلم عليه اعزائي المشاهدين، بيتكلم على فيسبوك، وسيلة التواصل الاجتماعي اللي كلنا بنستخدمها، واللي الناس اللي من نفس جيلي كانت اول وسيلة تواصل اجتماعي احنا ندخل فيها ونتعلق بيها جدا. انا فاكر يعني اول لما طلع الفيسبوك، طلعت الهوجة بتاعت فيسبوك دي مثلا على 2009 2010 الكلام ده، يعني كان انت لما تروح المدرسة كنت بتتكلم على ان انت لما تروح البيت هتعمل ايه على الفيسبوك. الدرجة دي الموضوع كان كبير جدا. شوفوا عدى دلوقتي يعني 15 سنة ولا حاجة من ساعة لما الفيسبوك اتعمل، ولسه الناس متعلقة بيه جدا. فمين يا معلم اللي ورا الكاميرا وهو بيحكي لك القصة دي؟ عمنا ديفيد فينشر. وديفيد فينشر تقيل قوي لما يقعد لك ورا الكاميرا كده ويحكي قصة مهمة جدا عن الشيء ده. وعندك تمثيل اكتر من رائع من جيسي ايزنبرج اللي بيعمل دور مارك زاكربرج، اللي هو دايما انا اللي مفكر في مارك زاكربرج ومين اللي ابن الذين اللي عرف يمثله. مفيش حد كان ينفع يمثله غير جيسي ايزنبرج. وكل الناس اللي كانوا موجودين في الفيلم ده ادوا اللي عندهم 100%. اندرو جارفيلد كان عامل دور اكتر من رائع في الفيلم ده، بس برضو نفس الفكرة بتاعت فيلم The Founder، ان انت تاخد نظرة عن البيزنس وراء الكواليس بيكون ماشي ازاي، وقد ايه في حاجات يعني انت تبص عليها تقول يا لهوي الشيء اللي انا بستخدمه تقريبا كل يوم كان مبني على الاساس ده. فانت بتسأل نفسك اسئلة غريبة بعدها، بس الفيلم اكتر من رائع. Taking the entire social experience of college and putting it online. Site got 2200 hits within 2 hours. 1000. 22,000. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions? You stole our website. They're saying we stole the Facebook. I know what it said. So did we? بعد كده عندنا فيلم ذا وولف اوف وول ستريت. واحنا لسه موجودين جوه عالم البيزنس لازم نتكلم على جوردن بيلفورد، تمام؟ انتوا غالبا انتوا قاعدين على اليوتيوب او ممكن انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده جالك اعلان من الاعلانات اللي هو بتاع شفتني وانا انت قاعد بتتفرج على فيديو دلوقتي، انت ممكن تكون بتعمل 10,000 دولار في الاسبوع وبتاع والكلام ده، اتبع الخطوه بتاعتي ان انا اعمل شوفوا كل الناس اللي طالعين بيدوا لك بيحاولوا يبيعوا لك طريقه للبيزنس خرافي كده اهو، تجيب منه عربيات وبتاع والكلام. الحاجة دي مبنية على مين؟ مين اللي عمل الليلة دي كلها؟ مين كان الشخص اللي اخترع الحوار ده كله؟ كان جوردن بيلفورد. جوردن بيلفورد هو الشخص اللي بدأ الترند ده، يعني تاي لوبيز بقى وكل الناس دول ومروان تلودي والعالم دول
انا ما اظنش انهم هيكونوا موجودين لو ما كانش فيه جوردن بيلفورد، لان جوردن بيلفورد هو واحد بيعرف يبيع لك الهوى من الاخر. فلو ما كانش موجود والمدرسه بتاعته دي ما كانتش موجوده، ما كانش هيعرف يتبني عليها كل الحاجات دي. وعمنا مارتن سكورسيزي هو اللي عامل الفيلم ده، وعندك تمثيل من ليوناردو دي كابريو، وفيلم مش فوق 18، فوق يعني 18، واتفرج عليه لوحدك وما تقولش لحد ان انت اتفرجت عليه يعني للدرجات دي يعني. فانا انصح اي حد قبل ما يتفرج على الفيلم ده لو هيتفرج عليه يعني خلي بالكم، يعني الفيلم فعلا للكبار فقط جدا، لان مارتن سكورسيزي ما تهزرش معاه في الحاجات دي. ولما تتكلم بقى ما بين الافلام اللي انا قلتهم قبل الفيلم ده اللي ايوه ليهم دعوه بالبزنس، ده اكتر فيلم اللي هو انت بتقول يا لهوي ده عالم مظلم جدا، وانا مش عايز اكون ليا اي دعوه بالحوار ده. If the stock is gonna go up, down, sideways, or in circles, you know what a fugazi is? Fugazi, it's a fake. Hey, fugazi, fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. نروح بعد كده الرقم 4، وهو فيلم أثر في أي شخص بيحب الأفلام، فيلم The Disaster Artist. فيلم The Disaster Artist أول لما نزل أنا كنت مبسوط إن الفيلم ده نزل، إن هو بيحكي قصة مهمة جدا، وقصة عمل فيلم The Room. فيلم The Room اللي هو يعني كان شيء غريب وسط حاجات غريبة لوحده كده، يعني ما بين كل الحاجات الغريبة هو حاجة غريبة، فاهمين إزاي؟ قصة تومي وياسو كده هو وحلمه إن هو يبقى فنان في هوليوود مشهور جدا. فيعني عندك بقى جيمس فرانكو والشلة بتاعته بياخدوا القصة دي وبيحكوها، بيعمل لك فيلم يعني محترم جدا عن أسوأ فيلم اتعمل في تاريخ السينما اللي هو فيلم The Room. ياخدوا الفكرة وراه كده هو فكرة الكتاب اللي اتكتب عن عمل فيلم The Room والكلام ده، ويحولوه فيلم، فيلم The Disaster Artist. ويعني تتفرج على الفيلم تضحك علشان انت اتفرجت على فيلم The Room وانت عارف الحاجات اللي بتتعمل هي هنا وهناك، يعني تتضايق شوية وتزعل من جواك، تحس بمشاعر كده، ولان فعلا في الاخر الاثنين دول كانوا عايزين يبقوا فنانين في هوليوود، ويعني حلم امريكا بقى اللي كل الناس عاوزاه بس فشلوا. ورقم 3، يعني الفيلم معمول حلو، يعني هو قصة حلوة بتتحكي حتى لو ما كانش ليها دعوة بفيلم The Room ولا اي حاجة، هو في الاخر فيلم معمول بشكل حلو. فانت تحط التجميعه دي يا معلم يجي لك فيلم The Disaster Artist. This is my movie and this is my life. Not great. You and me we are all the same. Oh yeah, how's that? رقم 5، ظهور تاني من جيمس فرانكو، هو فيلم 127 hours. ما فيش حاجات كتيرة ممكن اقولها عن الفيلم ده، هي بس قصة شخص، تمام؟ الشخص ده اتحط في موقف غريب جدا، وانت بتكون الفيلم كامل مع الشخص ده، ويعني انت عايز تعرف هو هيعمل ايه عشان يطلع من المأزق اللي هو اتحط فيه غصب عنه، وفي الاخر يعني تنصدم ان تعرف ان دي قصة حقيقية، يعني دي حصلت as far as we know، يعني ان هي كل الكلام اللي حصل في الفيلم حصل في الحقيقة، ما تقدرش تتأكد 100%، بس ان هي بتكون مبنية على قصة حقيقية وتعرف ان دي حصلت لك. اوكي، حاجة جدا مثيرة للاهتمام. واخر فيلم عندنا اعزائي المشاهدين، واظن اكتر فيلم ممكن يكون مثير للجدل، فيلم سنودن. لو انتوا مش عارفين القصه بتاعت ادوارد سنودن، انتوا ممكن تضغطوا على الاي اللي موجوده هنا، وانا عملت فيديو كامل عن قصه ادوارد سنودن في القناه الاساسيه، ولكن في فيلم معمول عن ادوارد سنودن، ويعني الفيلم جدا مثير للاهتمام، معمول بشكل حلو جدا. الممثل بتاع الفيلم جوزيف جوردن ليفيت، انا بعشق التمثيل بتاعه، ويعني الفيلم ده من كل الاحوال ما كانش بيدور انه يكون فيلم بلوك باستر خطير كده، غير ان هو كان عاوز يحكي قصة الشخص ده اللي هو في عين الحكومة الأمريكية هو شخص خارج عن القانون ممكن نقول، بس في عين ناس كتيرة هو بطل. ليه؟ علشان هو فضح الحكومة الأمريكية وبعض الممارسات الغير أخلاقية اللي بيعملوها، اللي بتتدخل في الحاجات الخصوصية في حياة الناس اللي عايشين في أمريكا والكلام ده. حتى لما تشوف ان بجد الراجل ده موجود، الراجل ده فعلا عمل الحاجة دي. بس برضه عشان اكون صريح، اوقات انا حسيت ان الفيلم ده ما عندوش اي حيادية، فاهمين ازاي؟ اللي هو ايه، لا كان منحاز قوي عشان يخلي سنودن بطل بشكل مش طبيعي، مع ان في قصة سنودن الحقيقة انت تكتشف ان ممكن في حاجات انت تسأل نفسك فيها، في حاجات غلط، ان هو فضل ساكت فترة طويلة، كان ايه الهدف ورا الموضوع ده. عامة في كل الاحوال ده رأيك انت كمشاهد اللي تعمله، بس في الاخر ان القصة دي تتحكي على الشاشة الكبيرة فعلا حاجة مثيرة للاهتمام. وبس اعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجة عندي للفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. قولوا لي ايه رأيكم في الافلام اللي احنا اتكلمنا عليها لو اتفرجتوا عليها، كله في الكومنتات تحت. وعندنا الميم اوف ذا داي.
شكرا، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتنشروا الفيديو على قد ما تقدروا، لان ده فعلا بيساعد، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.